قال ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار يعني خافوا عذابها، اجعلوا بينكم وبين عذاب النار وقاية، يقال وقى يقي، ومنه الوقاية، وقى يعني حفظ، يقي يعني يحفظ. إذا أردت أن تأمر إنسانا بأن يقي نفسه مثلا المهلكات في الدنيا، تقول له قي نفسك الأذى، قي نفسك العذاب في الآخرة، فمعناه احفظ نفسك من عذاب الآخرة، احفظ نفسك من المهلكات المؤذيات في الدنيا. ومن هذا التصريف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار، اتقوا النار يعني احفظوا أنفسكم من الوقوع في عذاب النار. ما هو السبب الذي يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في عذاب النار؟ الذنوب والمعاصي، ترك أداء ما أوجب الله، التلطخ بالذنوب والمعاصي أسباب ليعرض المسلم نفسه لعذاب الله في النار. كيف يحفظ نفسه من عذاب النار؟ بأن يتجنب المحرمات ويؤدي الواجبات. فالرسول عليه الصلاة والسلام ها هنا يأمرنا بأن نحفظ أنفسنا، أن نقي أنفسنا، أن نجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية، تقينا هذا العذاب، تحفظنا من العذاب، وهي أداء جميع الواجبات واجتناب جميع المحرمات. وإلا إن لم يؤدي الإنسان كل الواجبات ولم يجتنب كل المحرمات، بل مات وعليه ذنوب كبيرة، هذا عرض نفسه لهذه العقوبة، معناه يستحق هذه العقوبة. لكن عفو الله عظيم، قد يعفو الله عز وجل عن صاحب هذا الذنب الكبير الذي مات ولم يتب منه، وقد لا يعفو عنه، قد يعذبه عليه زمانا، والله عز وجل له أن يفعل فيما يملكه ما شاء، لأنه هو مالكنا وهو المتصرف فينا وهو مدبرنا، فله سبحانه أن يعذب العاصية، وله أن يثيب من شاء من عباده، وله سبحانه أن يعصم من شاء من عباده من الذنوب والمعاصي، وله سبحانه أن يلهم إنسانا الوقوع في الذنوب والمعاصي. أليس الله قال فألهمها فجورها وتقواها؟ الله عز وجل هو الذي يلهم النفس الفاجرة الفجور، مع أن هذا الفجور لا يحبه الله ولا يرضاه، لكنه بمشيئته وبإلهامه وبتقديره سبحانه، وإن كان لا يحبه ربنا ولا يرضاه ولا يأمر به. وتقوى النفوس إنما هو بإلهام الله، الله عز وجل يهيئ الأسباب لهذا التقي، فيجد ويجتهد حتى يصل إلى هذه الدرجة. فما وفق عبد إلى أداء ما أوجب الله واجتناب ما حرم الله إلا بتوفيق الله، ولا خذل عبد عن الوصول إلى درجة التقوى بل تلطخ بالذنوب والمعاصي إلا بخذلان الله، إلا بخذلان الله له. فألهمها فجورها وتقواها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا في حديثنا هذا بأن نجعل بيننا وبين هذا العذاب وقاية،